ربما العمر بالعطوي بكل صراحه. الشيخ عمر انت كنت مدرب الموسم الماضي رفقه حد مولاي الفريق، وبكل صراحه هل كنت تتنبأ بان الفريق كان مقبل على مرحله صعبه؟ يعني كنت فيه مؤشرات سلبيه توحي بان الفريق هذا الموسم راح يعاني؟ لا، ما كناش نستناو هذه الاشياء هذه، لان بعد قدوم شركه ايبروك، بعد ما كما يقول لك سددوا الديون، ونظن باللي قاموا بعمل اللي هما مشكورين عليه، بالك من ناحية التقنية كان الوقت كان ضيق في الانتدابات، والكل يعلم الفترة هذه الانتقالية وين بعض اللاعبين غادروا واللاعبين كانوا ماشي غير مؤهلين، وكاع ماشي من السهل باش تلقى الوصفة، خاصة المدرب اللي كان مقبل السيد مضوي اللي ما لقاش الحلول. حاليا باستنجاد بالمدرب بوزيدي، نظن باللي الإدارة الحالية ولا الطاقم الفني الحالي ما عليهم إلا إيجاد الحلول المناسبة لإخراج الفريق من هذه الوضعية، ونظن باللي قادرين كما قلنا بداية من المقابلة الجاية ضد شبيبة ثورة. تبقى مقابلة صعبة لأن فريق ثورة في ميدان تاعه فريق صعب المنال، لكن قادرين إن شاء الله نعودوا بنتيجة اللي كما قلنا حنا تكلمنا على الديكليك، تكون لو ديكليك لو فري ديكليك إن شاء الله، لأن الانتدابات اللي دارت الكل فرحوا بها، ما نكذبوش على روحنا، اللاعبين اللي انتدبوهم في الفترة هذه لاعبين يعني إمكانيات، نظن باللي أبار اللاعب الحميدة اللي عنده إصابة في الكاحل، نظن اللاعبين الآخرين عندهم مؤهلات اللي قادرين يزيدوا لو بلوس للفريق، وإن شاء الله من هذه المقابلة الفريق تكون الانطلاقة الحقيقية. 10 نقاط سي تري ديفيسيل، لكن ما لازمش يكون دروك بيننا وبين الفرق اللي راهم قريب للمؤخرة، ما يليقش يكون غرونت ايكار باش اللاعبين ما يزيدش الضغط، ما يكونش ضغط كبير، لأن الضغط السلبي يخليك تضيع بزاف من الإمكانيات تاعك التقنية. لهذا أنا نتمنى إن شاء الله كما قلت لك يا ستاف أون بلاس سي تالوي دو تروفي لي سوليسيون، يتكلم مع اللاعبين باش يحطوهم في وضعية مناسبة، لأن حتى من الناحية المادية نظن باللي كل الأمور هي تسير على ما يرام، وهذا الشيء ما شفناهش سنوات عديدة فريق الظهرة نعذروا عليها بكل صراحة. دونك أنا نقول كما يقول لك رسالة للاعبين، ما عليهم إلا يجتهدوا يسدون أفون يبلوا القميل إن شاء الله، باش إن شاء الله الفريق يعاود يولي للسكة صحيحة.